عايز ايه تاني يا يحيى عطار؟ يحيى عطار؟ جرايا غندور؟ انا مش كنت من يومين يحيى بيه العطار ولا ايه؟ على العموم انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. اللي بالحق هو فين سيد؟ مطرح ما يكون مالكش فيه. قول لي عايز ايه وقت من الاخر؟ اخر مره لما كلمتني حسيت ان انت زعلان مني. وانا ما رضينيش زعلك. حتى بالاماره قلت لي ان انت ليك عندي حق. وانا الصراحه ما اعرفش انام مديون. انا بيني وبينك دمي يا يحيى. وحقي مش هسيبه. وماله؟ خير البر عاجله. وانا جيت لك لحد عندك اهو. يلا خد حقك. ولا مستني سيف العزاز ياخده لك؟ لا. انا حقي باخده بدراعي يا يحيى. وماله برضه؟ اللي يطلب من يحيى العطار الحق يجي لحد عنده ويديهوله. اديله حقه حق. زمان واحنا مدفونين في قلب الجبل ده لغايه ما بقينا شبهه ولونه طفح على جلدنا. حبسنا جواه غصب عنينا مش بمزاجنا. اللي حكم علينا حكمه هو اللي بيدي الحكم. طردنا من ديارنا وشردنا وبقينا زي الملعونين. بس خلاص جه اليوم الرجاله. جه اليوم اللي كل واحد فيكم لازم يعرف ان الحكم ده باطل. الحكم ده ظالم. وتشردتنا دي وتوهتنا في الأرض دي لازم يدفعوا تمنها غالي وغالي قوي. هم وكل اللي هيوقف قدامنا. الوعد اللي وعده لنا سيف بيه هيخلينا نحط يدنا على الدار ونبقى فيها على طول قابل ان احنا نحميه لبضاعته. وسيبت ليه في الدار دي عشان ادهنا يا كبير؟ ليه المصلحه والمصلحه تحكم والحظ رماها في حجر. وانا مش هقول لا لا. خلاص يا رجاله خلاص. عهد الجبل ولا هنسيب الجبل ومش هناخد منيه غير قلبه الصواد وضاره هنرجع له زي ما طلعنا منها مكسورين. هنرجع النهاردة منصورين. يلا رجاله يلا. سيب الدار وامشي يا عزيز من غير دم. مش هسيبها يا موسى. ومش هتاخد الدار دي الا على جثثنا. المشكلة مش في جتاتكم يا عزيز. المشكلة اني ما عنديش وقت ادفنكم. ايه يا موسى هتقتل اخواتك؟ مين اللي بيتكلم؟ تعال. تعال ما تخافش. مالك؟ متضايق ليه؟ متضايق عشان هقتلكم؟ مش احسن ما تقتلوني انتم؟ احنا ما بنقتلش اخواتنا يا موسى. انا بقتل عادي. قال
القعده اللي قعدناها في الجبل خليتنا غيركم يا ولاد زين وسلامه. القعده اللي قعدناها في الجبل علمتنا القسوه، علمتنا ما نعرف وش الرحمه. من هنا ورايح الدار دي داري ملكي، فرصتكم الوحيده عشان تنفذوا بجلدكم انكم تمشوا، يا اما تموتوا كلكم. فاكر وانت عيل صغير قد كده اهو، بس ما كنتش بتلعب اللعب ده طبعا. زي ما توقعت بالحرف. تخطيط ده ليه اصول، موهبه من عند ربك سبحانه وتعالى. تمام، بس التخطيط ده بيبقى ليه اللي ينفذه ولا ياسر بيه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ ده انت الخير والبركه. الخير ده اللي هو قدامه كام صفر يعني؟ يعني ايه كام صفر؟ ربنا يزيد ويبارك، والحكمه بتقول
قليل دائم خير من كثير زائل. اتفضل يا حلوة. المرة دي ماشي يا سيدي، بس من المرة الجاية عايزك تبقى عارف ان انا ما بيفرقش معايا ولا دايم ولا زين. كل اللي يفرق معايا القليل والكتير. اتفقنا يا سيدي؟ اتفقنا نوجة. ضرب نار. لا انت كويس؟ رجال سليمة. في ايه؟ رجالة من عندنا راحوا اصطادوا في الرابعة عندهم. وماله؟ حصل ايه يعني؟ لا ما يحصلش يا تي، البحر برضك ليه يصوم. والاصول بتقول ان قانون البحر يحكم بيننا على الرابع. الرابع يا يتيم، الرابع ده حقنا، وانت اعتديت عليه غير ان احنا يتيم لينا حق في الدم ولا ايه؟ بس ايدك وانت بتكلم اليتيم. رئيسكم هو اللي بدأ الضرب الاول، واحنا عندنا دم وانتوا عندكم دم. عرف البحر يحكم بيننا على الربع، يا اما بقى راجل منكم وصد راجل مننا في المايه. وماله يا تيم؟ خلاص يا تيم، حق انا هاخده بايدي. لا بتاعت انا اخويا، ده انا مستناه من بدري. المره دي يا عمار الكره جايه في ملعبك انت، عايزك خلال ايام تخلص موضوع الدار ده ومن غير شوشره ولا كلام كتير حوالين الحكايه. انت شايف الاعلام ما بيسيبش حد في حاله اليومين دول. طمن يا بابا، انا هبدا اتحرك والدار هترجع. يعني هترجع؟ مش بس كده، ما هو لازم الدار ترجع، ولازم اللي اسمه موسى ده يتربى هو كمان. مش عايزه يموت، عايزه يفضل عبره لكل اللي يفكر في يوم انه يحط على العطارين. انا قبل اي حاجه لازم اروح واتكلم معاه. بقول لك عايزه يبقى عبره، تقول لي اتكلم معاه؟ بابا انت قلت لي الكره في ملعبك، ارجوك بقى سيبني العب براحتي. يا عمار الحقوق ما بتتاخدش بالكلام، انت كده هتبقى بتضيع وقت. كل واحد وليه دماغه، صدقني انا عارف انا هعمل ايه كويس قوي. ولو اني مش مرتاح ومش مطمن، بس انا هسيبك تعمل اللي انت عايز تعمله وهفكرك. وانا اثبت لك اني قد كلامي. طب يلا يا اخويا انجز شويه بقى لحسن هموت واخش الحمام. تحب اركب لك في اي حته بتاع. حته ايه يا عاد انت جننت ولا ايه؟ يلا يلا مد شويه يا عمار اهو. مش قادر افهم ناس عايشه في مكان حلو زي ده، ايه اللي شغاله في الشمال؟ انا وانت بس اللي نشوفه حلو، لكن الناس هنا عايشين مش شايفين فيه اي ميزه، ناس بسيطه. السلام عليكم. السلام عليكم. خير يا بهوات؟ بتدور على حد؟ انا جاي لك انت يا ريس رجب. اهلا وسهلا، امورنا بطايقكم. الواد ده اخويا يا باشا، بس الناس بتقطه في البيت. انا قلت خلاص ربنا هداك، ايه اللي رجعك لسكه التهريب تاني يا رجل؟ التهريب يا باشا انا ورحمه ابويا. الف رحمه ونور عليك راجل، عيب ما تكذبش، انت راجل كبير. شيخ الصيادين ما ينفعش يكذب، الناس هنا بتحترمك. وبعدين انت تفتكر يعني جاي لك مخصوص لغايه هنا وانا مش عارف ان انت اللي نقلت بضاعه العطارين؟ عطارين مين يا باشا؟ انا علاقتي مقطوعه بالعطارين من قبل حتى زينبي ما يموت. باشا لا، باين فعلا ان انت صادق يا باشا. وفي انا والله العظيم أبداً، شيخ محمود كان رجل طيب عندنا في البلد،
جابني الشيخ محمود للشيخ جميل، وهو اواني انا ومرتي وولدها. قول لي يا علي، انت ليك سوابق؟ لا، وعمري ما دخلت جسم. مش عارف ليه انا مصدقك، بس ما اخبيش عليك، اصل اسم العطارين ده ما بيجيش قدامي الا لما بيبقى وراه حاجات من الدريه. ليك حاجة ما تصدقش، بس اقسم لك بالله انا صلتي اتقطعت بالعيله من ساعه ما عمي عبد القادر توفى. يلا يا احمد. سيبهم يا ريس. مفيش اي دليل ضدهم، دول سمك صغير، المهم الكبار. بس دول سهل يعترفوا. نجيب الحيتان الكبار الاول، وبعدين دول امرهم سهل. بس انا مش جاي عشان لجهز عمي. طب ما انا عارف انت جاي ليه من قبل ما تتكلم، وانا مستني ردك. هو انت ياض فاكر ان انا مش عارف انك حاطط هارون الذهبي في دماغك؟ طب ايه بقى، هتسيبه كده عادي بعد النمره اللي جه عملها علينا دي؟ ومين قال ان انا سبته؟ ده انا كترته. ازاي يعني؟ هو جاي وعشمان انه يلعبني ويكسب مني بنت، وانا لعبته وكسبته، بس برضه اديته البنت اللي هو عايزه. عارف ليه يا يحيى؟ ايه؟ بتشتريه؟ مش بس بشتريه، انما كمان بطمعه، بخلي ريقه يجري وعينه تروح على البنت اللي بعده، وبرضه هديهوله. طب لحد امتى يا عمي؟ لحد ما حسابه يتقل، يتقل قوي، ويا اما يقدر الثمن اللي اتدفع فيه، يا اما يحاسب على المشاريب كلها، وفي الحالتين احنا كسبانين. يا عم انا عارف كويس قوي ان انت بتعرف تدورها، واكيد يعني اللي يخلي الزين العطار الله يرحمه ما يمشيش خطوه غير بيك. خليني انا كمان امشي وراك برضو وعالي مغمض كمان، ليه لو ما فيها ان انا ما اتعودتش العب لعبه وانا مش فاهمها. وهو ده اللي بيعجبني فيك يا يحيى، وزي ما انت واثق فيا وفي ادارتي للعيله والتجاره، مسيرك هيجي لك يوم وانت اللي تدورها، وبرضو هكون انا واثق فيك. عارف ليه يا يحيى؟ لانك كبير من يومك. ربنا يديك الصحة يا عمي. الموضوع ملوش علاقة بالصحة، الموضوع وما فيه إن أنا زمان عهدت زين الله يرحمه إن أكون ظهر لكبير العطارين أيا من كان، وما فيش كبير من غير ظهر يحميه. أنت برضو الخير والبركة يا عمي. شوف الواد أقول له إيه يقول لي إيه. مش موضوع خير ولا بركة يا يحيى، دي حرب، حرب، والحرب ملهاش قوانين، دي لعبة كبيرة واحد بس اللي بيطلع فيها كسبان. وانت يا يحيى مسيرك هيجي لك يوم وتبقى لعيب وحد يكسب، وبكرة فكرك. ازيك يا يحيى؟ ازيك عمار؟ ايه مالك؟ رايح سفره الكفر وما بتردش، فانا اخد بعضي واروح لها. انتوا اتخانقتوا؟ لا ابدا، شويه المشاكل العاديه اللي انت عارفها يا ابني. الحريم دول عايزين الواحد يبقى تلاجه تلاجه، وانت يا عيني ما بتستحملش، حامي وخلقك ضيق زي ابوك. زمان لما كنت بتشتغل مع بابا كان توحيد دراعك اليمين، كنت انتوا الاتنين ما بتتفرقوش خالص، ايه اللي جرالك يا نوح؟ كل وقت وله دان. وخديجة ذنبها ايه يا ولادة؟ وانا ذنبي ايه؟ كل اللي بتعمله ده مش هيرجع لك بنتك. قانون نوح لازم يمشي، كل اللي عمل حاجة هيحاسب عليه.
وانت مين يحاسبك على سنين عمر اللي ضاعت سنة ورا التانية وانا كل يوم كنت بستناك وانت كل يوم كنت بتبعد اكتر. انا بقيت بخاف منك قوي يا نوح وخصوصا بعد موت فيروز. اوعي اوعي تجيبي اسم فيروز على لسانك للدرجة دي. انت مش حاسة بحاجة؟ لو كانت بنتك كنت قتلتيه بايدك. كان عندها حق فيروز ما تحبكيش وانت مصرة تفكريني كل شوية. بقولك يا ليلى اسمعي الكلام من اول مرة لان مش دايما هيبقى في مرة تانية. هسمعه يا نوح بس خليك فاكر انت ان الواحد ممكن يزعل مرة ويعاتب مرة بس هيجي في مرة وصدقني هتكون اخر مرة. برافو عجبني قوي عدد المرات اللي في الجملة. انت مالكيش مكان غير هنا يا ليلى. تقريبا دي مشكلتك معايا يا نوح انك دايما بتراهن على قلبي وقلبي كان بيجي في صفك بس صدقني المرة دي قلبي طوعني انا وجاي في صفك. اتفرج بقى على ليلى الأولى. ليلى اللي بتقول انك ربيتها على ايدك يا نوح. هتفرج بس خلي بالك ان نوح قبل الطوفان وغير نوح بعد الطوفان. عجبك كده يا عم فارس؟ عجبك؟ ابوك بقى يتشتم عيني عينك. انت اللي جبته لنفسك وردت نفسك توريطة ملهاش عايزة. أخدناش منها غير الفرجة وقلة القيمة. تفتكر مين اللي زق البت المذيعة دي عليا يا فارس؟ مش بعيد يكون سيف العزازي نفسه. والله مش بعيد أبدا. اللي خلاه ينزل مسعد محمدي قدامي علشان يهني مش بعيد أبدا إنه يشوه سمعتي وشكلي في السوق. هو مسعد إيه مصلحته؟ أنا عارف. أهو كارت جديد تلاقيه بيلعب بيه بعد ما خسر مجموعة العطارين عشان يساعدوه في غسيل الأموال بتاعه ده. قصدك إنه وافق معاه؟ والله أنا كنت شاكك في الموضوع ده من الأول بس دلوقتي خلاص الحكاية بقت على عينك يا تاجر. اسمع يا فارس الحرب مع مسعد مش هتبقى سهلة أبداً وأنا عايزك في ظهري يا حبيبي. عاوزني في ظهرك بجد؟ ولا عشان شكلك قدام الناس؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا فارس؟ يا اخي ده انا ابوك عارف يعني ايه ابوك؟ المشكلة انا مش عارف. تعرف انا نفسي واقفة منك ليه؟ ليه؟ عشان كنت موجود ومش موجود. اليتيم بيبقى مطمن عارف ان ابوه ميت ولا ابوه مطلق امه بيبقى مرتاح انه عارف لو عايزه هيلاقيه. انما اللي زي حالاتي هيلاقيك فين؟ كنت عايش وميت في نفس الوقت. انا اسف جدا يا فارس. انا عارف يا حبيبي ان انا اهملتك بس اوعدك ان احنا هنعوض ده كله ان شاء الله. مش عارف هتعرف تعوض ولا لا. عم زين الله يرحمه وعم سليم ما قصروش معايا واصل بس ما عرفوش يعوضوني عن كسرتي قدام نفسي. معلش يا فارس بكره الايام هتثبت لك يا حبيبي. اول مره احس انك صادق. تعرف لو كلامك دي صح وهتخلع يدك من سيف العزازي وهترجع للعطارين ساعتها هقف جنبك. هتلاقي ولدك فارس. ارجع للعطارين؟ ارجع للعطارين ده ايه؟ لما احنا العطارين. انا قصدي يعني يتصفي اللي بينك وبين مرات عمي. مرات عمك؟ ومرات عمك مالها ومال الكلام ده بقى؟ وبعدين مرات عمك دي مش من العطارين اصلا. بعدين اللي بيني وبين مرات عمك لا له دعوة بسيف العزازي ولا له دعوة بالانتخابات. ليها دعوة بالحرب اللي هتحاربها. أديك قلتها من شوية إنها مش حرب سهلة.
عايزك تعرف حاجة واحدة مهمة، إيد لوحدة ما تسقفش عبد الحميد بيه. مالك؟ شكلك قافش. ولا قافش ولا حاجة. وبعدين سيبك مني، وشك مش مرتاح ليه؟ إيه ما بتناميش كويس؟ يعني حاجة زي كده. عينيكي فيها حزن غريب أوي. بقولك إيه؟ أنت أكيد عارف أنا مين، وعارف بنت مين، وعارف إن الدخلة دي ما ينفعش معايا أنا خالص. علشت منك أول مرة ودي صح؟ شفتي بقى؟ أديكي سبتي المقصود من اللي أنا قلته ومسكتي في الطريقة اللي أنا قلته بيها. يعني بتهربي؟ بهرب؟ وأهرب من إيه؟ طبقا لنظرية سامي فيما يتعلق بالهروب، الإنسان بيهرب من الحاجة اللي خايف يواجهها أو مش عايز يواجهها. وبتقول إيه بقى نظرية أستاذ سامي؟ بتقول إن أنا تحت الأمر في الخدمة، وأي حاجة تأمري بيها مجابة، لأن مهمتي في المكان ده إن أنا أسعد كل الناس وإنتي أولهم. يعني إنتي بالذات لو انبسطتي سمير بيها هينبسط، ولو هو انبسط هيبسط الكل، وأبقى أنا كده أديت مهمتي على أكمل وجه. هو إنت بترص الكلام ورا بعضه كده إزاي؟ برصه من اليمين للشمال. قلتي لي بقى إيه اللي كان مضايقك؟ هقول لك، يمكن ألاقي حل في نظرياتك. بقولك ايه يا ياسين، ما تكتب عليا وتعمل لك عيله بدل ما انت قاعد وحداني كده. اكتب عليكي ايه؟ انت اتهبلتي ولا انت عايزاني اجيب عيل في الدنيا دي يتبهدل زي ما انا اتبهدلت؟ احنا اللي زينا ملوش جواز ولا خلفه. الجواز ما ينفعش غير اللي زينا، ياما بيوت مقفوله على ناس وما عندهمش اللي عندنا يا ياسين. معلش بس هو ايه اللي عندنا عشان مش واخد بالي؟ فار ولا بهدله؟ ولا انت فاكره ان احنا عندنا راحة بال وبنعرف ننام واحنا مطمنين والكلام اللي احنا بنصبر بيه نفسنا ده؟ احنا ما عندناش حاجه رضا. بس انا بحبك، هفضل تحت رجلك لو عاوزني العمر كله. انا ممكن اعمل اي حاجه عشان تفضل جنبي. الحب ما بيقتلش وبيشرب رضا. انا ما ينفعنيش بنت الناس. أنا عمري ما كان عندي عيلة وأهل عشان أحس الكلام اللي أنت بتقوله لي ده. غيري بقى سكة الكلام ده عشان أنت بتقولي كلام يضايق. عربية فخمة وفي نفس الوقت شبابي، وتلاقي عليك يعني تركبي وانت مطمنه. على العموم انا بثق في ذوقك جدا، وعارفه كويس قوي انك فاهم طلباتي. ازيك يا حي رودي؟ انا موافقه على العربيه اللي انت اخترتها لي، وبعد ما تخلص الاجراءات هبقى اعدي عليك عشان تعرفني فيها شويه حاجات. وانا تحت امر حضرتك، يومين واخلص لك الاجراءات واقول لك تيجي تستلمي. اوكي، في انتظارك. شرفتيني يعني. باي باي. ميرسي. طب بتختار لكل العملاء اللي عندك العربيات؟ خير يا رودي. ايه المقابله دي يا يحيى؟ انا حتى جاي اقول لك مبروك على المعرض الجديد. الله يبارك فيكي، مع اني فاتح المعرض يعني بقالي زمان. انت لسه فاكره؟ انا عمري ما نسيتك. بس انا نسيتي. قلبي بيقول لي غير كده. ويوسف بيعرف اللي قلبك بيقوله؟ زي ما ريهام عارفه اللي في قلبك. ريهام مراتي. وانا حبيبتك. اللي مش تعرف تخلص من حبها. ولا هتعرف تخلص من وجعها اللي بتحس بيه كل ما بتيجي سيرتها. ده الكلام اللي بتقوليه لنفسك يا بنت الناس وانت واصحابك مبسوطين؟ أنا اتغيرت أوي يا يحيى. أنا لو بكدب هسيبك أنت اللي تكدب نفسك.
ما تحس انك غلطان؟ بلاش تكابر يا يحيى. احنا بنعيش مرة واحدة الحياة قصيرة قوي ان احنا نقضيها بالمثل على روحنا ان احنا عايشين مبسوطين. مبسوطة اني شفتك. سلام. باين ان انا ما كنتش لوحدي جعان يعني. ولا باين عليا قوي كده؟ يعني بص، اصل انا بفضل طول النهار ما باكلش اي حاجه، مش كده تلاقيني دي اول حاجه ليا اكلها النهارده. ما فكرش في الاكل خالص خالص خالص. هو شغل الديكور صعب قوي كده؟ يا ريت هتيجي على شغل الديكور، بس انا المزيكا واخده كل وقتي. مزيكا؟ ايه حوار المزيكا ده؟ بص يا سيدي، انا بحب الغنى وليا صحابي بيحبوا المزيكا، جمعنا وعملنا بند نبسط الناس بالحاجه اللي احنا بنحبها واحنا كمان نتبسط. حلو قوي الكلام ده. طب عم ذكري بقى رايه ايه في الموضوع ده؟ عمك ذكري ده اطيب اب في الدنيا ودايما بيشجعني. طب والديكور هتسيبيه كده ولا ايه؟ بس يا حازم، الديكور ده هو مجال دراستي، مش هينفع اقعد استنى اخد المصروف من بابا. هي بس تيجي فرصة الغنى وانا هسيب مجال الديكور ده خالص. يلا بقى كل بدل ما ادخل على طبق. لا تعالي كلي لنا بقى. والله يا شمس انت عسل، وبعدين اللي في قلبك على لسانك كده وطيبة. انا بحسد اللي هيتجوزك على فكرة. نورت دارك، كل اللي قلت عليها يحصل حصل. ولسه كل اللي جاي كمان هيحصل. انت من النهارده ست الدار ده. انت ايه اللي جابك يا بنت؟ انا مش جاي لرجلك ما تخصيش النجع هنا تاني؟ راجعة بيتي يما، الحنين غلاب. لا والله، مالك بقيتي غلبانك ده؟ ما كنت مستجوية وهربتي وهملتيني انا واختك، دلوقتي راجعة تاني بعد ما اخترتي سليم، عيلة سليم يا رجاية. انا كمان اخترت انك ما تبقيش بيتي عايشة، بس هي اللي بتي. عشان ايه كل ده ياما؟ مش كفايه اللي ورتهولي زمان؟ فرقت بينه وبين عبد الله وبعتيني عن اختي عائشه، ودلوقتي جايه تحاسبيني على الحب والجواز؟ خلاص ياما، رجايه توحشناها وكانت جايه تقعد معانا يومين كتير. انا ما طايقاش لا اسمع حسها ولا اشوفها واصل. اكده؟ طب انا هقعد معاكي ياما. يا مرحب، اهلا، تشرفت. مرتك اها، لا خطفناها ولا ضربناها، جايه بمزاجها، وكنت عايز تاخدها يا ريت تاخدها وتريحني. يلا بينا يا رؤية. انا ما جيتش معاك يا عمار، ومش هسيب داري، ولما احب ارجع ارجع بكيفي. ما بقاش بيتك يا رؤية، ما بقاش بيتك.
بيتك هو بيت جوزك. يبقى تختارنا انا يا عمار. كمان ابويا وصاني قبل ما يموت على الدوار والنجا، ووصاك انت كمان ولا نسيت؟ مات ابوكي، مات يا رايا. وفي الدنيا دي انت ما بقالكيش حد غيري، وانا ابويا محتاجني وما اقدرش اسيبه. وابنك اللي في بطني يا عمار مش فارق معاك؟ ما تصعبيهاش عليا يا بنت الناس. ويلا بينا، ايه اللي حصل لكل ده؟ روح وتبع كلام جوزك يا رجاي، مش هتحرك من البيت يا عيشه. ولو عايزنا ابقى معاك يا عمار يبقى تختارني. انا اخترت ابويا يا رايا. كنت عارف، مش جديدة عليك يا عمار. عادي تسيب ابنك زي ما ابوك سابك زمان. صحيح اللي خلف ما ماتش. قطع يدك اللي تمدت على بنتي. ايه والله العظيم ورحمة ابوي، لو ما كانت حبلة منك لكنت قسمتك في ارضك مكانك. اياك تمد يدك على بنتي تاني، واني دلوق بس تبتكت انك فعلا ابن سليم. سيرة ابويا ما تتجابش على لسانك. غور يا واد غور، يلا برا برا. ربنا ما يقطع لك عادة يا حبيبي. انا حاسه ان احنا بعد سنه او اتنين ان شاء الله هنحتاج ناخد بيت اكبر من ده، علشان الحيطان مش هتكفي كل الصور اللي انت عمال تحطها دي. الحيطه دي فيها حياتنا كلها، كل ذكرياتنا. وبعدين الحيطه دي مش بتاعتي بس، دي بتاعتنا كلنا. عارف لما بتتاخر قوي في الشغل وتغيب عننا كتير بالاسبوع وبالاتنين بتبقى وحشني قوي. باجي اقف قدام الصور دي واقعد اتفرج عليهم واحده واحده، وافتكر بقى كل صوره اتلقطت فين وامتى ومناسبتها كانت ايه، وحتى الكلام اللي كنا بنقوله ساعتها افتكر. لما بعمل كده برتاح شويه وبهدى، وبحس ان احنا حياتنا الحمد لله حياتنا فيها حاجات كتير قوي حلوه، وبحس ان احنا لينا كتير قوي في بعض. بس المشكله ان انا بعد ما بتفرج على كل الصور بتوحشني اكتر. انت بقى ما بتوحشنيش خالص خالص خالص. ليه كده يا طارق؟ لانك طول الوقت معايا بجد. أنا ماليش غيرك يا طارق. أسمعت بجد؟ إيه ده؟ أسمعت مع الفاضي والمليان؟ أنا بريء، أنا بريء. الفاضي والمليان؟ طب أنا بريء على فكرة، ما عملتش حاجة خالص. هي السبب، أنا ما عملتش حاجة. هي اللي أنا كلمتك. أنت السبب، أنت السبب صح؟ وبعدين قالت لي بقى، قالت لي سنة مهم، قالت لي تعالى أحط لك قطرة في عينك. وأنا ما رضيتش. أنا مؤدب، رفضت خالص على فكرة. طلعي القطره. طلعي انت عزقتنا ولا ايه؟ طلعي القطره. مفيش معايا حاجه. قطره ايه؟ طب سيبني ده يا حبوس. ثانيه واحده، ثانيه واحده، اللحظه دي ما تتفوتش. يلا يلا الصوره بقى الحلوه دي، وانت بقى مرفعنا. يلا 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 يلا. اليمين الحرمه اللي هنا دي عم سميع ده عهد. ما انا عرفت الاسم، حتى الاسم ده أول مرة أسمعه. أنا بس كنت بس إيه؟ لو طولت في الكلام عنها هتكون آخر مرة، عشان دي بقى من الآخر كده تعتبرها أخت موسى وأكتر شوية. أخته؟ أنا قلت عليها مراته ولا عشيته؟ مش بقول لك هتبقى آخر مرة. هي مهمة عنده قوي كده؟ ده عهد، عهد بنت جليلة. هو في جليلة كمان؟ أيوه يا سيدي، ما الست جليلة دي اللي ربت موسى مع بنتها عهد. بسم الله ما شاء الله. اهدي بقى بالذات ما تهوبش ناحيتها، قدر انك ما شفتهاش، عشان دي عند موسى كوم والناس كلها كوم. ايه
اوعى يا نصار. جاي لي عمار. جاي عشان افكرك يا موسى انك مديون لي، وانا عارف انك ما بتخلفش كلامك. فاكر الدين ولا لا؟ موسى الجلاد عمار ما بينساش حاجة. لحقتني من الموت عمار، وانا مش نكر للجميل. ودينا تقابلنا بعد 15 سنة، وجه الوقت اللي ترد لي في الدين يا موسى. طلباتك عمار، تسيب الدار وترحل مكان ما جيت، إلا دي. مفيش غير دي. ولو ما وافقتش يبقى ما طلعتش قد كلامك يا موسى، وساعتها هيكون لي حق الرد في اني ادافع عن اخواتي وارضي. عايز توقف قصادي بعد كل اللي عملته معاك؟ انت اللي بتقف قدام العطارين. لسه العلامه معلمه في حاجبك، وكل ما بشوفها بفتكرك. بس بفتكر موسى بتاع زمان، موسى الجدع اللي عمره لا ظلم ولا حب الظلم، موسى اللي قبل ما يتغير ويتمرد موسى ده كان زمان. قبل زمان ما يجي عليه. عايز تعديني يا عمار؟ أنا ما عايزش أعديك، وأنت بالذات ما عايزش أعديك. وأنا جيت لك عشان نفس السبب. لا لا يا عمار، الدار دي أنا مش هسيبها، مش هنعملوها على جدتي. أنا كمان مش هسيبها يا موسى. كده أنا عملت اللي عليا. كان نفسي اجي بدري واعمل معاك الواجب. الواجب ده تعمله في بيتك لضيوفك، لكن دي داري، يعني المفروض ان انا اللي اعمل معاك الواجب. يا امير، انت ما غيرتش اليافطه اللي بره ولا ايه؟ لا طبعا يا باشا غيرتها، بس لا عمار ما خدش باله بس ولا حاجه. لا يا امير ما خدتش بالي ومش هاخد بالي، عشان مش يافطة هي اللي هتقول الدار دي بتاعت مين. ولو انت مش عارف، الدار دي ليها رجالة، رجالة هيعرفوا يدافعوا عنها كويس قوي. الرجالة اللي طردوا موسى؟ اقصد اللي هيرجعوها من موسى. عمار! شرفت يا عمار.
عارف يا عمار ايه اللي مانعني ان انا اقتلك وادفنك في مكانك هنا ايه؟ انك ابن الغالي، الغالي عليا قوي. لو مفيش حاجه تمنعك كان زمانك نفذتها من غير ما تسال السؤال ده. اتفضل يا سيبيه. نورت دار موسى. منورة بيكم. اتفضل، نورت الدار. ما قلتليش الواد المسلم العطار بيعمل ايه هنا موسى؟ سيبك منه، ده واد مخبول. قال ايه؟ جاي يقول لي اسيب الدار واروح مطرح ما جاي، تتخبى في دماغه ده ولا ايه؟ اتفضل اتفضل يا سيبيه اتفضل. ده ايه الثقة دي؟ ليه حق زين العطار يطمن؟ قاعد عنده مكان زي ده وشباب مخلصين قوي زي كده لازم يطمن. ايوه يا سيبيه، بس احنا كنا مخلصين غصب عننا. ما كانش عندنا حلول تانية يعني. لا اتحدد على نفسك يا امير. أنا كان عندي حلولي ونفذتها خلاص. صدق المكان ده كان لازم يتحافظ عليه موسى؟ لا مؤاخذة يا سيف بيه، سامعك كده بتتكلم وكان دردارك. هو أنت نسيت اتفاقنا ولا إيه؟ اتفاقنا؟ لا احنا زي ما اتفقنا طبعا. انت مقيم في الدار هنا معزز مكرم، ورجالتك بتحمي طريق الشرقي. لا انا مش قاعد هنا، الدار دي داري زي ما اتفقنا. ولا في حاجه استجدت؟ جرى يا موسى، هو انت برضه مش شغال مع سيف فيه ولا ايه؟ شغال لكن الدار دي موضوع مين تاني؟ اتكلم كويس. انت بتكلم سيف العزازي. مش سيف العزازي اللي حاجة تتاخد منه غصب عنه او بالصوت العالي. انت قاعد هنا عشان انا عايزك تقعد هنا بمزاجي بس. ما قلناش حاجة يا سيبيه، كل حاجة بمزاجك ماشي، بس الدار دي داري وده موضوع منتهي. ولا ايه؟ انت عندك ضيوف هنا ولا ايه؟ لا دول مش ضيوف، دول اصحاب مكان، اصحاب بيت. اصحاب بيت؟ بيت مرة واحدة؟ يا سلام. يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا سيف بيه، الدار نورت. ده سميح، الشخص المناسب للي انت عايزه. الصلاة على النبي، وانتوا كنتوا فين يا غاجر لما البهايم اتسرقت؟ فين؟ كنا نايمين يا جناب العمدة. يا حلو انت، نايمين حراسة ونايمين نمت عليكم حتى ما تقوموا يا ابو عدا قدر يا كريم. ايه في ايه؟ ايه اليوم الغريب ده؟ في غغبة قومني كتك مصيبة زي جلتكم. ايه رايح فين؟ رايح فين؟ امشي ورا امشي ورا، انا العمدة انا العمدة. في ايه؟ عايزين ايه؟ يا لهوي عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ في ايه؟ مش في ايه؟ اتوزع عليهم لحمة يا اختي، مفكرين ان الدوار هو اللي بيفرجها. لا صحيح بالهنا والشافة. استنى بالهر يا رب يا اختي قلبي. كله لله لله، حسبي الله لله يا حبايبي.
ناجع العطارين؟ اه ناجع العطارين. وايه اللي يخلي العمده تسيبني كده عادي اروح الناجع وابقى مسؤول عن مخازن السلاح؟ انت مش هتعدي على دوار ولا هتاخد الاذن من حد. انت هتروح على مخازن السلاح على طول من النهارده. مخازن السلاح في النجع هتبقى تحت مسؤوليتك انت. انا عارفك من ايام ما كنت اشتغل مع هاشم بيه الله يرحمه. ايام ما كنت لسه بتتكلم صعيدي. ماشي، لكن المره دي انا ليا طلب عندك. مش فاهم حقيقة قدام حاجة يعني ولا ايه؟ العفو يا سيف بيه، مش القصد، لكن انا كبرت على البهدلة والمرمطة. انا عايز ارتاح. وايه اللي يريحك يا سميح بيه؟ مكان اعيش فيه، رجالة تحت ايدي، ابقى انا وهم في خدمتك، ومفيش ريس اوامره تمشي عليا غيرك. بالصلاة على سيدك النبي محمد، طلبك عندي يا سميح. انت المسؤول عن مخازن السلاح في النجع، وارض النجع دي هتبقى ارضك، تبني بيت، تتجوز، اللي انت عايزه. المهم يا خفيف تبقى تحت سيطرتنا، ما تخرجش عن طوعي. هتشوف معايا الخير والسعاده وهعوضك عن كل اللي فات. وانا في خدمتك يا سيف بيه. غرفة العمليات لازم تكون مجهزة بكل وسائل الاتصال مع باقي الأجهزة والنقاط الأمنية، ولازم يبقى في خط ساخن وعرض لكل الكاميرات اللي موجودة في المنطقة. غرفة العمليات دي هتكون على اتصال مباشر بي أنا شخصيا، ده طبعا بالتنسيق مع سيادة اللواء. النقيب سامح هو المسؤول عن تجهيز غرفة العمليات خلال 48 ساعة، وانت يا سامح من اللحظة دي انت ورجالتك تحت قيادة طارق بيه. تحت أمر سعادتك يا فندم. يا فندم أنا عايز كمان قايمة بكل أسماء العناصر الإرهابية اللي اتصفت خلال الشهرين اللي فاتوا، أماكن تصفيتهم وأي حاجة كانت معهم. موجودة، إحنا عندنا قاعدة بيانات جامعين فيها كل المعلومات دي. عظيم. سيادة النقيب، أول ما غرفة العمليات تجهز يا ريت تبعت لي تقرير يومي عن أي تحركات غريبة في المنطقة، سواء في الطرق أو في الصحراء. تمام يا فندم، أي أوامر تانية؟ شكرا، شكرا سيادة النقيب، ربنا يوفقك. اتفضل أنت يا سامح عشان تلحق تجهز نفسك. تمام يا وتفضلوا يا سيادة انتوا. يا طارق انا كنت عايز اتكلم معاك في موضوع. تحت امر سيادتك. بخصوص ايه؟ بخصوص يوسف. أكيد سبب قوي جدا اللي خلاك تشرفني النهارده بالزياره بنفسك. أظن مفيش أقوى من إني أشوفك بتتصرفي تصرفات غلط وبتقعي. مش فاهماك يا سليم. شوفي يا جيهان، لو أنتي مش قادرة تواجهي المشاكل لوحدك، انت عارفه كويس قوي ان انا ايدي ممدوده ومفيش مشكله ملهاش حل. مع اني مش فاهميك ولا فاهمه ايه المشاكل اللي انت شايفنا فيها، بس انا مبسوطه انك جيت واني شفتك. متشكر. بس هو انت مش فاهمه بجد ولا بتقولي كده وخلاص؟ لانه في الحالتين تبقى مصيبه. سلمى بعد ما كانت ضاعت ورجعت، ضاعت تاني يا جيهان، مقضيها تنطيط مع الواد ابن الرايق،
وياسمين جوزها طلقها ولا كأنه كان جايبها من الشارع. واللي زاد الطين بلة الواد اللي ما نعرفش اترامى علينا من أنه داهية، وانت مدخلاه وسط العيلة ومعيشاه في وسط ولادك. جيهان، القصر بيفضى من حواليك يا جيهان. انت بتراقبني يا سليم؟ ولو ان المسألة مش محتاجة، انما لو هتعتبري خوفي على اولاد اخويا مراقبة يبقى ايوة براقبكو. انا براقب اولاد اخويا لاني خايف عليهم. لا، انت مش خايف عليهم، انت بس عايز تثبت لنفسك ان انت صح. تاني يا جيهان، لا حول ولا قوة الا بالله. يا بنت الناس افهمي، ما انا كان ممكن مجيش واسيبك لعنادك ده لغايه ما تغرقي. اعمل اللي انت عايزه، بس على كل حال لما تلاقي حد من ولاد اخوك في مشكله ولا في خطر وتساعده، انا اكيد مش هرفض، بالعكس هبقى مبسوطه جدا. بس مش لازم يعني كل مره تعمل فيها كده تيجي وتحكي لي على المساعده اللي ساعدتها له وعلى المشاكل اللي فيها ولادي واللي انا معرفش عنها حاجه، عشان بس تحسسني قد ايه انا مقصره في حق اولادي. خلاصه الكلام، انا مش جاي اقولك انك مقصره ولا حاجه، انا جاي اقولك ببساطه انك بتتصرفي غلط، وده مش هيوصل لاي حاجه. ميرسي يا سليم، سيبني اتعلم من غلطاتي يا سيدي. ماشي، حاضر يا جيهان، هسيبك تاني عن إذنك. مبروك يا عروسة. تحب نقوله يا عروسة ولا نقول يما؟ مبروك، ألف مبروك. مبروك يا خال. الاسطوات اللي بعتهم الحاج ذكري ما شاء الله عليهم جددوا كل حاجه في ثواني، ربنا مسهلها لك يا حازم بيه. الحمد لله، ولولا عم طنطاوي برضه ما كناش انجزنا كده. العفو يا استاذ حازم، ده شغلنا. وبعدين الحاج ذكري موصيني. لا، مش عم طنطاوي لوحده، والبشمهندسه شمس لولاها ما كانش المصنع اتركب بالسرعه دي. ولعلمك عدوه الكراكيب الاولى، اي مكان قديم بتفوره وتجدد مكانه. اوعى تكون دخلت الاوضه القديمه. لا اطمن، اوضتك القديمة زي ما هي وكراكبها. المهم دلوقتي ان مسؤولين الماركتينج يجيبوا لك العقود عشان تبدا في التصنيع. ولا ناوي تركن؟ لا اركن ايه؟ انا عملت الصعب. طب استاذن انا يا جماعه، في مكاتب مش شغالين، اروح اقف مع مستوات. اتفضل يا عم طنطاوي. انا هعمل جرد لكل الشركات القديمه بتاعتنا، وهتصل بالتجار اللي بيوردوا لنا الخامات اللي كانوا بيتعاملوا مع الحاج زين العطار، واكيد هلاقي ناس منهم يرضوا يتعاملوا معانا. ان شاء الله. عن اذنكم. اتفضل. أنا عملت تصميمات وخطوات. هو حاجة جميلة جدا، بس أنا ما بعرفش أتفرج على حاجات وأنا معدتي فاضية. وبعدين ما باكلش لوحدي يعني. تتغدي؟ مش هينفع نتغدى مع بعض. بس بصراحة بقى محرج عليا. إيه؟ إيه يا عم أنت مالك؟ بهزر معاك. أصل عماد أخويا النهاردة أجازة. يوم رجوع أجازة ده بيبقى يوم عيد عندنا. وماما حاج جارتنا بتعمل له ملذة وطب. ملذة وطب؟ هو خاطب بنتها ولا إيه؟ لا هفهمك. أم محمود دي جارتنا من يوم وعينا على الدنيا، من ساعة ما ماما ماتت وهي اللي دايما بتاخد بالها مننا لما بابا بيكون في الشغل. يعني تقدر تقول كده زي أمي يعني. جميل، بالهنا والشفا، بس المرة الجاية مفيش أعذار. وريني بقى التصميمات اللي على معدة فاضية دي. والله يا سيف بيه، من المواصفات دي يبقى مفيش عندنا غير حل واحد، فرقة موسى. مين يا اخويا؟ فرقة موسى. موسى ده كان عيل متربي معانا زمان في الدار، بس سابها من حوالي 15 سنة. وحكايته ايه؟ لا حكايته طويلة شوية، بس زي ما تقول كده الواد ده اتولد وهو قلبه زي الحجر، ما كانش بيعمل أي خاطر لإخواته. أي حد فينا كان بيضايقه كان بيعوره على طول. مرة زمان الواد عمار شتمه، ما ردش عليه.
اعرف حاجبه، ولحد دلوقتي لسه معلمه في وشه. ما كانش ليه كبير ولا كان بيسمع كلام حد ولا حتى كلام الشيخ سلام. الله يرحمه. الله يرحمه. زين بيه كان مأمنه على كل حاجه في الدار. الشيخ سلامه ما كانش بيحب يسجن، ما كانش بيتحرك كده غير مع شله، ما كانوش بيتحركوا غير في المصايب بس. بعد كده الشيخ سلامه طردوا من الدار، طلع منها على الجبل، اشتغلوا كلهم قطاع طرق بالاجره، بينفذوا عمليات لاي حد. طب موسى ده هيدا يساعد على الطريق؟ اه طبعا. بص يا باشا دي شغلته دلوقتي، بعدين موسى ده عدل الفلوس، طالما هتديله هيتطيلك. يعني ديته معروفه. حلو قوي. انا بحب الناس اللي هديه دي بتبقى واضحه اكتر، ما عندهاش تمثيل كتير. يعني اجيبه لك؟ عاجبني حماسك. اهو حبيبك جالك اهو. ربنا ما يحرمنيش منه ابدا ابدا يا حبيبي يا ابني. كفايه بقى يا ام محمود، انا تعبت من ما جايب الاطباق. الف هنا وشفا، هو انا عندي اعز من عماد؟ ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي. وهو يعني محروم من اكلك؟ ما طول ما بيبقى اجازه افطار وغداء وعشاء عندك انت. مالكمش دعوه، ده غلاوته من غلاوه محمود. ده انا بحبه، ده مربيه على ايديا. بس الاكل ده يكفي الكتيبه بتاعته كلها. هو انت ناسي يا هانم ان نايبي بيتشال من كل اكل بتاكلوه في البيت هنا وانا مش موجود؟ لا يا سيدي مش ناسي، بابا بقى وعمايله. ايه طب بذمتك يا شموسه انت، بذمتك قلبك مش بيوجعك لما بتنسي تشيلي نجوم الاكل؟ بصراحه اه. طيب بس هو يعني هناك ما عندهمش في الكتيبه اكل زي ده؟ ده تلاقيهم بياكلوا الفراخ صاحيه، انا شفت كده في التلفزيون. لا يا حبيبتي، اللي بياكلوها صاحيه دول بتوع الصاعقه، احنا بناكلها مستويه عادي والله. يا رب يا رب يا حبيبي، كده يحميكوا ربنا انت وزمايلك يا رب. على فكره بقى انا قاعد سامع الدلع من بدري ومش عايز اتكلم، شويه بقى كده. يا اخويا ما انت على الحجر على طول، سيب الواد ينبسط اليومين اللي جاي فيهم اجازه. انا تعبت بقى يا ام محمود، خلاص انا هقعد. خلاص انتوا كله لغايه ما اجيب السلطه، هي خلصت خلاص. اقعد يا ام محمود، اقعد كتر الف خير، الكفايه قوي اللي عملتيه ده. خير ايه بس يا استاذ ذكري؟ هو انا عملت حاجه؟ ربنا يبارك لنا في عمرك يا حبيبتي. يا حبيبي يلا يا اولاد، بسم الله. بسم الله. بسم الله. اتفضلوا يا رجاله. تشكر يا سيدنا. ندى فين؟ وانا مالي وسط؟ بقولك ندى فين؟ وسط مراتك يا نان؟ شوية عيال صغيرة هيلعبوا عليا انا. انا مروان جلال. وانا رودي عزازي، ودي اللي اوريك رودي هتعمل فيك ايه؟ هجيبها؟ يعني هجيبها؟ يلا غور من هنا. بس صاحبك ده شكله صاحب مزاج عالي قوي. قصدك عشان المكان يعني؟ المكان والفاكهة، شكله كده لوحده في عالم تاني. مين نزل لك تمد يدك؟ ايه يا عم الدخلة دي؟ انتوا مين؟ الدار أمانة يا موسى، أنا أمير، أمير ابن الشيخ سلامة. أمير؟ أمير؟ كبرت يا أمير، كبرت وتغيرت. ما انت كمان يا موسى اتغيرت، اتغيرت كتير قوي. لا انتوا جايين ليه؟ عايزين ايه؟ ابوك لسه عايز مني حاجه تانية ولا ايه؟ لا يا موسى، ابويا مش عايز منك حاجه ولا من غيرك. ابويا الله يرحمه. الشخص لما مات الله يرحمه يا موسى. عموما انا عايزك في حاجه تانية خالص. انا سبت شغل مع العطارين من زمان، شغال دلوقتي مع واحد كبير اسمه سيف العزازي. هو بعتني ليك عشان عايزك في مصلحه، وانا قلت له محدش هيقدر على المصلحه دي غيرك انت يا موسى.
مصلحة. مصلحة ايه دي؟ لا ما هو ده لا مؤاخذة بقى، هتعرفه لما تيجي معانا. يقص حاجة من موسى الجلاد ياجي يطلبها منه هنا. شرفت بهواك. أنا هعرف ربيه كلب ده إزاي؟ أنت لازم تجيب لي حقي منه. طبعا. بس أنت برضه غلطانة يا رودي حبيبتي. ندى صاحبتي الوحيدة. ما كانش ينفع أقف أتفرج عليها وهي بتتعذب من غير ما أعملها أي حاجة تساعدها. معلش أحبطت توقعاتك. لسه الخير كله ما ماتش جوايا. آه. خير. خير إن شاء الله. طب شوفي بقى يا حبيبتي، طالما انت ناويه تشتغلي معايا ان شاء الله لازم تتعلمي ان الخير اللي جواكي توظفيه لمصلحتك وبس، ولو ضروري قوي لحد تاني يبقى بمقابل. هو الشغل معايا كده. وانت هتسيبني زعلانه؟ من امتى؟ تسيب الموضوع ده عليا انا. انا هعرفه ازاي يتكلم معاكي كويس. ده كلب. لما نشوف. ده انت حبيبتي. خلاص البضاعة اتشوينت والرجالة هتتحرك في الفجر. العملية دي لازم تنجح سليم. دي الحاجة الوحيدة اللي مصبراني عشان بعد كده أفضل كلاب السوق. وبعدين يا نوح ما تهدى كده أمار، ما تخليش الغضب يعمي عينيك. غضب؟ الغضب يا سليم؟ الغضب ده مشاعر، والمشاعر دي عند البني ادمين بس. الاغبياء قضوا على اخر حاجه كانت مخلياني لسه بني ادم. وانا ايدي في ايدك، واللي يعاديك يعاديني. برابيلوم الماني من ايام هتلر ده. الحاجات دي بقى لها كتير ما عدتش عليا. طب ما تقول كلمتك كده يا عم ذكري. يا ابني مش اي حاجه تنفع تتباع. يعني هي جت على ديت ومش هتنباع يا عم ذكري؟ ما هو مش معقول تبيع حاجه انت وارثها عن ابوك وابوك وارثها عن جدك. ايه ده؟ انت تعرف ابويا منين؟ يا ابني انا ما اعرفش ابوك، انما اعرف حته السلاح دي. عارفها كويس قوي. دي طلعت موضة من 60 سنة، وما كانش بيشتريها إلا أصحاب المزاج بس. كان دايماً يعاملوه زي الست الحلوة، محدش يهينه أبداً. طب والست الحلوة ديت يا عم ذكر، لو حبينا نبهدلها شوية هتتبهدل بكام؟ دي؟ لا دي خلاص كبرت يا ابني. يعني دي كبرها تعلقها عندكم في البيت عشان انت رايح وجاي تقرا الفاتحه لابوك. يعني ده اخر كلام عندك يا عم ذكري؟ ماشي. هي صحيح كبرت وشيخت سياخ حلو. بقول لك ايه؟ عد عليا بكره بترخيصها عشان تعملي تلازم، انا شاري. ألف شكر عم ذكري. عفو حبيبي. بالإذن. مع السلامة. ده أنت طلعت خبير قوي يا عم ذكري. إيه إيه. واحد ياما مر عليه سلاح يا ابني. طب ما تحكي لي بقى، إزاي من كبير عمال في مصنع لتاجر سلاح؟ أصلها يا ابني كانت هواية. اللي لقطها فيا الحاج زين الله يرحمه. الله يرحمه. بعدها عيني الخبير الخصوصي بتاعه خلاني أشرف على كل ماركات السلاح اللي كان بيجيبها. هو كمان أصله كان هوية. هو بيشتغل فيه. ما أنا عارف يا عم ذكري، ما تخبيش عليا. والله يا ابني على قد ما كانت أيام صعبة كانت أيام حلوة قوي. ولما هي كانت أيام حلوة قوي سبت السلاح ليه؟ أنا يا ابني ما كنتش بتجري فيه، أنا كنت بعايم بس. وبعد ما اتجوزت خلفت قاسم الله يرحمه، وجي بعدي عماد
شمس قلت هشلهم بقى واوكلهم لقمه حلال. صدقني يا ابني عمري ما نسيت حبي للسلاح. طب ما تسيبك شويه من السلاح يا عم ذكري وتحكي لي عن ابويا. ابوك؟ يو ده كده القعده هتبقى للصبح. وراك حاجه؟ لا. انت عاوز ايه بالظبط يا نوح؟ عاوزني اخلص لك على تجار السوق كلهم عشان ترتاح؟ انا يوم ما احب اعمل كده لا حاجه اخد رايك ولا حاجه اطلب منك مساعده. انا حبيت بس اعرفك الكلاب اللي انت دخلتيهم السوق عملوا ايه وافهمك اللي حصل معايا. انا مقدره الحاله اللي انت فيها بس انت ما عندكش دليل واحد ضد اي حد. ما احنا كمان مش هنستنى لغايه ما نتصفى في بيوتنا واحد ورا التاني. دي مش اول مره. واكيد انت فاكره اللي حصل للعطارين من كام شهر. فاكره يا سليم ولسه بحقق في الموضوع. بيقابليني. جرى ايه يا نوح؟ انت مش واثق في الشركه ولا ايه؟ انا اساسا ما بثقش في حد. وضع السوق بقى مرعب والامان اللي كان موجود في السوق ايام ما كانوا العطارين هم الكبار ما عادش موجود. اللي انت عاوزه يا سليم لسه اوانه ما جاش. لسه شويه. وبعدين انت بتتكلم عن العطارين ايام ما كانوا العطارين. وهو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ انا سليم العطار. لسه شويه يا سليم. وانت يا نوح اهدى شويه على الاقل لغايه ما نخلص العمليات اللي في ايدينا. نعم اهدى. خلاص يا نوح. خلاص ايه؟ لو بنتها كانت هي اللي ماتت وانا جيت دلوقتي اقول لها اهدي كانت هتهدى. بقول لك ايه، انا هاخد حقي غصب عن الشركه وعن التجاره كلها وهعرف اخد حقي كويس قوي حتى لو كان منك انت شخصيا. باشا لا يا باشا بس ده سمك كتير حواليه. لا 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 ما يعرفهمش. هو اللي جاب نفسه كان عايش مبسوط في البحر الواسع وسط اهله وناسه لحد ما اترمى في حضن عفه ضيق. كان لازم يعني يتقرن وعمل فيها فالح. هو ترمى في حضن ما يعرفش فيه حد ولا حد اصلا مستعمل. يبقى لازم يستحمل وينفذ الاوامر وهو ساكت. والله يا باشا ما عليك قدر. ما هو كده يعني مش عارف اكتر من الحكومه. انت صح ابو صبر. قول لي بقى اشرب من الكاس ده ولا الكاس ده؟ بالهنا والشفا الاثنين يا باشا. صح وعلى ايه التوبه؟